مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى وفيديو جديد واسئلة متابعين كمان جديدة. خلينا نبلش. نروح للسؤال الاول وكومنت على الفيديو اللي اسمه كم الراتب الشهري في قطر. بحكي لك يا اخي مستحيل تلاقي خدمة في قطر، كلهم يدورون اسيويين، مشكلة والله. لا يا اخوي مش مستحيل وعادي، الناس قاعدة تلاقي والناس قاعدة تيجي، وهلا رجعت تفتح المطارات ان شاء الله قريبا، اتخيل خلال شهر او شهرين حيرجعوا يفتحوا الفيز كمان، لانه فتحوا عودة المقيمين اللي اصلا علقوا برا فما تتشائم هالقد. نروح للسؤال اللي بعده، بيقول لك بالاردن انت تدري الرواتب من 300 ل 700 دينار، سؤالي الله يسعدك، هل قطر بتقبل خبرات من 2 ل 3 سنوات شكله؟ ام لازم اخذ خبرة اكثر؟ وهل مكاتب التوظيف مفيدة في هذا المجال ام لا؟ مكاتب التوظيف يس ممكن تفيد. قطر هل تاخذ خبرة من 2 ل 3؟ يس، انا جيت على قطر كانت خبرتي 1 سنة و8 شهور اتخيل، او 2 سنين مش متذكر صراحة قديش بالضبط، بس يس تاخذ خبرات قليلة، بس اكيد لازم تكون عندك مهارات معينة عشان تقدر انه تكون انت الخيار اللي راح. السؤال اللي بعده من نفس الشخص، القراءة اسمها بهمش، واضح انك معلم كابس معك. الانجليزي المتوسط هل يفيد ام لازم اتطلق فيه؟ يعني انا افهم المعاني والمعاني والقراءة وسط عندي، لكن محادثة ضعيف، هل اجد عمل يناسبني انا في طريقي لتعلم اللغة، ام يجب ان اتعلم اللغة ثم ابدأ التقديم، وهل يوجد عمل باللغة العربية؟ اللغة الانجليزية حبيبي ما لازم تكون بيرفكت ولا لازم تكون متقن 100%، لا، اذا قادر تفهم عن الناس والناس يفهموا عليك حتى لو الجملة مخربطة ومجعلك عادي امورك 100% ما عندك مشكلة، بس احكي لي شو مجال العمل، يعني ما تكون مترجم انجليزي والوضع هيك، لا، مهندس، دكتور، خياط، نجار، حداد، سايق، كله بيمشي معك بلغة انجليزية متوسط. اي سمية مايا تسأل، مهندس معماري حديث التخرج لم اجد عمل في بلدي، بماذا تنصحني؟ ضلك تدور او تلك الدوري، تطور مهاراتك، تعلمي برامج او سكيلز او ديزاين او انت ايش الوظيفة المتطلبات تبعتها تتعلميها، وضل تدور على شغل. على الويب سايت تبعنا gsubai.com في ملفات فيها معلومات التواصل مع الشركات ممكن برضو انها تفيدك، و إذا سكرت الأمور 100% فعادي شوفي مجال ثاني، مش شرط إنك تشتغلي في نفس المجال اللي أنت تخرجتي منه، أو شوفي إيش المجالات اللي إلها علاقة بالتخصص اللي أنت تخرجتي منه وممكن يعني تعطيك قابلية إنك تشتغلي أي شيء، يعني درسي دورات إذا عندك خبرة في مجال الدورات، أو إذا عندك خبرة في مجال معين في برنامج معين أو في مادة معينة، قدمي للتعليم، في عندي زملاء أنا تخرجوا من الجامعة معاي و اشتغلوا في المدارس في التدريس في مادة ديزاين في المدرسة او في مادة ديزاين في كلية، فبدك تشوفي ايش المجالات المتاحة اللي ممكن انك انت تشتغلي فيها، مش شرط تشتغلي مصمم معماري. هلا انا سألت سؤال طويل جواب طويل على الكومنت، بس هي بعديها حكت لي انا من الجزائر وليس لدي اي معارف في الخارج، لو تفضلت خبرني ما هي فرص مهندس معماري في قطر او الخليج بصفة عامة، وما هي البرامج والمهارات التي يستحسن التركيز عليها أكثر من غيرها، وشكرا جزيلا مسبقا. للأسف برضو أحتاج كم عدد سنوات الخبرة في هذا السؤال اللي أنت عم تسأليني عنه، لكن خلينا نعتبر أنه ما في أو فريش. فرص المهندس المعماري في دول الخليج أو في قطر عالية، يعني في فرص للمهندس المعماري. إيش البرامج والمهارات المطلوبة؟ السوفت سكيلز، التعامل، الكوميونيكيشن، الشخصية طبعا أكيد، on the other hand برامج فأكيد بدنا نتعلم الماكس والأوتوكاد والريفت، اكيد الريفت والبيم، بيم 360 بلاتفورم، كومن داتا انفايرمنت، مصطلحات البيم، بدنا نتعلم كمان الفوتوشوب، اذا كنت ديزاينر فاكيد بدك تكون عارف فوتوشوب اوتوكاد 3 دي اس ماكس، اذا كنت تكنيكال ديزاين انجينير فانت بدك تكون متعلم اوتوكاد وريفت، الاشياء اللي بتساعد على الكوردينيشن والديتيل ديزاين ستيت. اسئله حلوه لطيفه، يعني ضلكم اسالوني هيك في الكومنتس لان انا بحب احكي كثير وايد. واحد اسمه باسار علي، كم راتب المحاسب؟ ما حدا يحكي لي كم راتب فلان او المهنة الفلانية، اعطيني كم عدد سنوات الخبرة يا صديقي عشان اقدر ان اجاوب. لكن انا بعرف في عندي شباب محاسبين في قطر بلشوا براتب 5000 او 6000 ريال، وبعدين بعد كم سنة او بعد 2 سنين بلشوا يرتفعوا،
في ناس دوبل الرقم، في ناس تريبل الرقم، على حسب انت وشطارتك. السؤال اللي بعده على الفيديو اسمه كيف تلاقي شغل في قطر وعشر شركات وفرص عمل. يا ريت تبعت لي شركات للزراعة، أنا صراحة بثق فيك ونفسي أجي على قطر وأشتغل في مجال الزراعة. متابع من غزة، أحبك كثير. في مجال الزراعة عشان تزرع بدك تشوف شركات لاندسكيب في بالميرا، جرين هاوس ديزاين، ناس صراحة جي اتش اس جي اتش سي، وفي جي اتش دي، لا جي اتش دي كونسلتنت ديزاين. بصراحة قلال الشركات اللي بتعمل في هذا المجال، لكن أنا بعرف منهم ثلاث، حطيت لك اثنين، راح أشوف الثالث مين هم. يعني ممكن تحكي مع وزارة التخطيط العمراني، هي أكثر مرة حكيتها، وزارة الأشغال العامة. بس بدنا نعرف إيش في مجال الزراعة بتسوي، أنت بتزرع ولا أنت مهندس ولا أنت ديزاينر لاندسكيب ولا أنت إريجيشن ولا إيش الإشي اللي بتسويه في مجال الزراعة، عشان أقدر برضه أحدد أكثر. السؤال اللي بعده من حمزة حمد، مشكور جدا أخي، بدي أسألك بعد إذنك، هل التقديم على الأخوية متوفر؟ هذا السؤال من زمان صراحة كان متوفر، لكن حاليا لازم أرجع أشيك على الويب سايت وارجع اجاوب، لكن حاليا ما في حدا يجي من برا. حتى لو كان التقديم على اي مهنه مفتوح، فما في مجال انه نطلع فيزا ونجيب ناس جداد من برا. كل التوظيف حاليا هو من داخل دوله قطر، لكن قريبا انا بتخيل يعني لاول السنه، على اول سنه 2021 راح تفتح كل شيء. انا هيك بتخيل يعني، مش متاكد، لكن ان شاء الله خير. السؤال بعد، اخي تخصص اداره مكتب هل مرغوب للعمل في قطر حسب طلب الشركات المطلوبه لهذا التخصص؟ من شانل اسمها موده إدارة المكتب أكيد، أو المهن الإدارية إن جنرال، ليش سميها إدارة المكتب؟ المهن الإدارية إن جنرال مطلوبة، لكن المهن الإدارية اللي مش مدير المكتب أو مساعد مدير المكتب بالأغلب بتروح للجنسيات الآسيوية، الفلبينية، الهندية، شاطرين هم كثير فيها ورواتبهم أقل من رواتب الجنسيات العربية، لكن يس مطلوبة، وممكن إنك تحصل شيء أو تحصل شيء إذا أنت شاطر. الهندسة المعلوماتية بقطر كيف؟ تسلم عليك 100% معلم، أمة واحدة، البروفايل أمة واحدة، يس مطلوبة، لكن هذا المجال يتطلب يعني تميز كثير، بدك تكون متميز كثير في الهندسة المعلوماتية، لأنه الأشياء اللي بتنعمل لازم تكون أكيرت وصح وما يكثر فيها الغلط، وتكون خلاق في الشيء اللي أنت أو الحلول اللي أنت قاعد بتزودها للشركة. رامي بي إم زي، وهي ثاني تعليق من عندي، بس جاوبني على الكومنت الأخير. بحكي لك يا سيد رايز، currently I'm fresh graduate. If I will have an interview and the HR asks me about my experience, what I'll answer him? Thanks in advance. وكان ردك هيك، have you done any job or work or volunteered during the investigation? What freelance work have you done? What are your learning curve skills? ورجعت سألتك، I'm looking for sales manager. Also I have master degree in finance. About my experience, I have worked as a salesman for 3 years. Part time job, I have been doing company in Algeria for 6 months about how to prepare finance statements. Also I have a good English, both spoken and written, as you see. يعني أنا أشوف شهاداتي وعملي بنصف دوام أثناء دراستي ما يكفو علشان أجد شغل في قطر. المهم معلم، تعرف صراحة ما فهمتش أنا بالآخر شو السؤال راح يكون. هل هو أنت سؤالك عن إيش أجاوب في الانترفيو، ولا هل لدي فرصة في العمل في قطر ولا ما لدي فرصة؟ هل إيش جاوب في الانترفيو؟ واضح أنه عندك أنت يعني جوابك جاهز، أي موجود اللي أنت حطيته is great، بس بدك تشوف إذا سألوا شيء تاني أو إذا بدهم يعرفوا شيء ثاني. احكي زي ما حكيت لك في الجواب اللي قبله عن السكيلز تبعتك، إذا أنت عندك عامل شغل بالانتيرينج، أو إنك أنت منظم إيفنتس، أو عامل شيء بالجامعة، أو أنت مثلا بمجلس طلبة في الجامعة، أو يعني أي شيء عملته في الجامعة أو اشتغلته خلال سنوات الجامعة، كن جاي فريش جراديويت على مقابل عرضه مستني جواب مبهر منه بكمية الأشياء اللي عملها في حياته. لكن إذا عملت أنت هاي الأشياء فأحكيها، راح يكون بتطلع على كيف حتجاوب السؤال، كيف شخصيتك، كيف تعاملك مع الأسئلة والأجوبة في الانترفيو. فهذا بالنسبة لموضوع الانترفيو إذا كنت فريش جراديويت. هلا بالنسبة للأشياء اللي أنت حكيتها، فأنت عندك فرص إنك تشتغل، ما شاء الله عليك أنت مشتغل، عامل كم شغل منها، فبصفي إنك أنت تقدم وتلاقي الوظيفة اللي بتناسبك. لهون خلينا نوقف في هذا الفيديو، لأنه وصل لمدة طويلة جدا، ولذلك بدنا نطلع بعد تقطيع. فبالتوفيق للجميع، إذا بتدوروا على أماكن أو إذا بتدوروا على شركات إنكم أنتم تقدموا لها على وظائف، فموجود على www.gsupply.com ملفات لأكثر من 6000 جهة اتصال بالشركات العاملة واللي عندها قابلتنا تعمل في دولة قطر العاملة في الخليج والمنطقة إن جنرال. فجو أهد وشوف الفايل اللي ممكن يفيدك، المجال اللي ممكن يفيدك، وبالتوفيق. من هون أشوفكم فيديو جاي، سلام.